ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بقى هنعمل صنف لطيف جدا. بصوا احنا طلعنا على فكره موفن التاني، بس ده كان زياده شويه في الكاكاو. شوفوا مدي كانه جواه شوكولاته ازاي، كانه بالشوكولاته. ف يعني طبعا على حسب رغبه حضراتكم. انا دلوقتي بس بجهز كده شويه فلفل الوان. هنعمل وصفه كده لطيفه للموفن بس الحادق. شايفين طلع معانا؟ تعالوا بقى نعمل الايه الموفن الحادق اللطيف ده. اي خضار موجوده عندكم تقدروا تعملوا منه الوصفه دي، سهله وبسيطه باي حاجه موجوده في البيت، ونطلع منها وصفه كيك كده، كب كيك حادق للولاد يستمتعوا بيه جدا ويتبسطوا بيه قوي. تعالوا بقى ننزل المقادير، يلا بينا. عندنا قد ايه من مقادير؟ معانا بيضايه، ومعانا نص كوبايه لبن، اللي عايز يزود البيض يزود براحته. وعندي نص كوبايه من الزبادي، وعندي ربع كوبايه زيت او زبده زي ما حضراتكم تحبوا، وعندي كوبايه من الجبنه الشيدر، كوبايه من الجبنه الموتزاريلا، كوبايه ونص من الدقيق، معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه ملح، ومعايا بسطرمه، ومعايا اي حاجه انتوا عايزينها. بصوا بقى انا هاخد كده معلقه زيت زيتون، وهاخد الحاجات الحلوه دي بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي عبارة عن بسم الله الفلفل، والمشروم، وادي الفلفل الأخضر مش حار، لو هنستخدمها للأطفال ما تحطوش فلفل حار خالص مش لطيف. وهاخد كده كمية البسطرمة هنا اهو، هنعمل كده، خليني ايه افتتها كده بس شويه كده عشان هي ناشفه، وعادي لو نشفت وده الاهم انكم تشغلوها في وصفات تنفع فيها اهي. وهاخد كده البسطرمه مع المكونات، وهقلب تقليبه بسيطه كده. اللي عايز يحط طماطم يحط، ممكن نجيب طماطمية كمان. بصوا الخليط رائع ازاي. ممكن طماطمية كده يعني بسيطة تدي طعم بقى للايه اللي عنده زيتون ماشي، بس انا حطيت بسطرمة فكفاية. لو حطيته زيتون هتبقى حادقة قوي، انا مش عايزاها تبقى حادقة قوي، لكن اللي يحب مفيش مشكلة. واخد شوية كده من الطماطم هشوحها تشويحة حلوة. شايفين مش هحط حاجة غير رشة فلفل بس، مش هحط ملح. ليه؟ علشان البسطرمة. تمام، هنقلب تقليبة حلوة كده. خلاص المكونات دي بقى هرفعها هخليها في جنب، خلاص مش عايزه اكتر من كده عشان هي لسه هتدخل الفرن عقبال ما يجيبوا لي قالب الكب كيك. بصوا بقى حط كده، هاخد البيضه دي بسم الله اطمن انها سليمه، وهاخد كده وسك وشوكه، هحط عندي الزيت بسم الله، الزبادي، وهحط شويه لبن، خليني اقلب الخليط ده شويه حلوين السوائل مع بعض. هحط رشه بسيطه من الملح بس مش كتير، عشان طبعا في البسطرمه هتنقل شويه من الملوحه دي جوه الخليط. رشة ملح بسيطة ورشة فلفل اهو. خلاص معلقة سكر صغيرة، هحط البيكنج باودر هنا على الدقيق، وهقلب الخليط ده بالشوكة
ممكن تستخدموا فيها كمان دي شوفان او دي القمح الحبه الكامله، دي رز لو عايزين، اي نوع دقيق لحضراتكم يعني انتوا عايزينه مفيش مشكله. ممكن نستغنى عن البيضه خالص لو اصحاب حساسيه ومش عايزين نستخدم البيض، نستخدم نحولها لصحيح تماما، تبقى لبن خالي الدسم او لبن حليب جوز هند. بصوا ادي الخليط، هحط الخليط اللي اتفقنا عليه سويناه مع بعض اهو، شايفين ازاي؟ واسمحوا لي. تمام، هاخد كده سباتولا وايه، هاخد كده سباتولا ونقلب الخليط ده، وهنزل الجبنه الشيدر والرومي، اي اجبان بتتبقى عند حضراتكم بتنشف في التلاجة، ما بتحبوش انكم تاكلوها فريش، هزود شويه اللبن الصغيرين دول. كده وهحط شويه من الموتزاريلا كده، زي ما حضراتكم شايفين كده، سامعين كمان كده شايفين الجمال اهو. حضرتك عارف يعني ساعات تلاقي ايه الاولاد، تلاقي الكبير ما شاء الله بيبقى جميل وكل حاجه، بس الصغير تلاقيه اذكى دايما، تلاقيه دايما ايه، لانه دايما شايف الكبير بيقع في ايه غلط، احنا بنتكلم يعني كده بندي نبذه عن حاجه، فتلاقيه دايما منتبه واخد باله انه ما يقعش في نفس الخطا. فدي فعلا بتبقى فايده للصغير يكتسب خبرات اكتر. وساعات يقولوا ايه ده ملحلح اكتر، ده بصوا فاهم ما شاء الله عليه، ده كذا، لا هو بيبقى انتبه لحاجات معينه شافها. هناخد بقى قالب الكب كيكس، بسم الله الرحمن الرحيم، هحطه هنا، هنشفه الاول وبعدين هاخد فرشه بمسحه بالزيت، مفيش اي حاجه خالص غير نقطه زيت، نقطه زيت. بسم الله. اوكي بصوا بقى هنمسح بس كويس القالب، اهم حاجه القوالب دي لما تطلع حضراتكم لازم تغسلوها على طول وتنضفوها، عشان لو سبتوها تنشف فيها الحاجات هتبقى صعبه في طلوعها وتضايقكم وتتجرح اهو. هاخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، مسحه زيت في كل الايه القوالب، وحتى من فوق زي ما قلت لحضراتكم، زي ما عملنا في الايه في السينمون كب كيكس او المافن اللي عملناه بس بعجينه السينمون، وعملناها عجينه اقتصاديه، انا مش عاملاها العجينه اللي تعرف عليها لكل الناس. بصوا دهنت كده زيت زيتون في كله، وليه بدهن من فوق؟ عشان لو الكب علي يعني عليت شويه ما تلزقش. وتعالوا بقى نصب الخليط الحلو ده ونبدا ان ايه ناخد له كده معلقه، ممكن يبقوا معلقتين زي دول. بسم الله الرحمن الرحيم، نصب فيهم بقى الخليط، بسم الله كده، وهكذا لحد ما نخلص الكميه كلها. حطينا فيه ايه، هنزل المقادير تاني، ممكن ننزلها تاني يا نودي واحنا شغالين كده، هيدخل حراره برضو 180 على الشبكه في النص، هيدينا مافن رائع او كب كيكس حادق رائع. حطينا المشروم، سوينا بس الحاجات دي على النار، الباسترما لازم تشم النار شويه، حط عليها شويه فلفل بس مش اكتر، ده بقى يعمل لي كميه ما شاء الله، تنفع للفطار تنفع للعشاء، الولاد بيحبوا قوي الحاجات السناكس دي، تنفع سناكس زي ما انتوا عايزين. عايزين تحطوا بقى فيها جوه سوسيس، عايزين تحطوا لحمه، عايزين تحطوا فراخ، اللي حضراتكم عاوزينه. المهم انا يعني ايه، عايزين تعملوها اجبان بس برضو ماشي كده. وهنا نقفل بقى كل ده ونسخن الفرن عقبال ما احنا بنصب كده مع بعض. دي المقادير قدام حضراتكم، انا شوحت بس المشروم مع البسطرمة مع الفلفل الالوان بمعلقة زيت زيتون كده على النار، مع الفلفل الاخضر، فلفل الرومي،
وايه عشان يطلع نص تسويه يعني، يشم النار بس. وبعدين احطه في وسط الخليط بتاعي بعد ما حطيت الدقيق وبيكنج باودر، شويه لبن اهو. القالب ده 12 وهيبقى باقي تاني، يعني ممكن يوصل لحد 16 او لا يعني اكتر كمان، ممكن يوصل ل 17 واحده يعني، يعملهم حلوين قوي، اربعه كمان زياده فوق دول. فكميته حلوه ومستو انه سريع. حاجات بقى دي بتدي روايح حلوه قوي في البيت، تخلي الولاد كده مستعدين انهم هيسنوا اسنانهم على حاجه لطيفه، كبار وصغيرين رايحين على البيتش بقى على البحر، عايزين تاخدوا معاكم حاجه سريعه كده حادقه ماشي. ممكن طبق سلطه صغير كده لطيف، كل واحد يتعمله في الحاجات السريعه دي الصغيره ديسبوزيبل، حاجات سلطات لطيفه كده، كل واحد يقعد ياكل حاجته وتاخد ياخد واحده يحلي بيها بالسينامون رولز دي اللي احنا عملناها. ممكن جدا، بصوا الزيت بيسهل خالص نشيل الحاجات. انا بقى هبدا احط ده في الفرن دلوقتي، هفتح الفرن بسم الله وهنضيف القالب بتاعنا كده بسم الله، وندخله على الشبكه في النص وهديله بالظبط 12 دقيقه. هو مش هيحتاج وقت طويل يعني، 12 دقيقه كويس قوي عليه، لربع ساعه بالكتير حسب درجه حراره الفرن بتاع حضراتكم. هقفل بقى عليه وهوري حضراتكم شكله هيستعرض حالا، واللي باقي ده طبعا مش هسيبه، او لو عندي قالب تاني هكمل فيه، لو ما عنديش هستنى لما القالب يطلع وبعدين هقفل القالب التاني. ده شكله الحادق، بصوا لطيف، بس ده احنا ضايفين له زيتون، بصوا جميل وحلو ويعني حاجات سريعه ونواشف. الولاد ما بيحبوش زروطه كتير على البيتش، بيبقوا عايزين حاجه سريعه ياكلوها كده ويبقوا قاعدين مبسوطين، مفيش مشكله خالص. ودلوقتي بقى طبعا نقدر نعمل جزء بالاجبان بس زي ما انا عامله، وجزء نحط عليه موتزاريلا من فوق، في جزء بالتشيدر بس زي ما حضراتكم شايفين المسفره دي فيها تشيدر كل الحاجات ما عدا الموتزاريلا مش محطوط عليها. وفي الباقي بقى طبعا زي ما حضراتكم شايفين نعمل ميكس زي ما احنا عايزين، الاختيار ده يرجع لحضراتكم باللي موجود في البيت. انا ممكن بشويه حاجات بسيطه قوي موجوده في البيت اعمل الوصفه اللي حضراتكم شفتوها دي، واعمل وصفات حلوه كتير. طيب هستسمح حضراتكم بقى نطلع استراحه ونرجع بعد الاستراحه نعمل وصفه لطيفه جدا لكل اصحابنا اللي عايزين حاجه تدي طاقه في نفس الوقت صحيه. خلينا نعمل المفاجاه دي لكن بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم.